هاي، يعتبر المزاد العلني من أسرع أساليب البيع بالعالم من خلال بيع عدة سلعة بالوقت ذاته، والشخص بهالنوع من البيع هو بيدير العملية لأنه بيحدد السعر يلي بده يدفعه. يعتبر المزاد العلني نشاط شراء ترفيهي لأنه مبني على المنافسة بين الشرات بوقت قليل. في عدد من الصياغ المعدلة للمزاد مثل مزادات السعر الوحيد الأعلى، يعني كل شخص بيحق له يزيد مرة واحدة بس، وهالشي بيشجعه على عرض سعر عالي على أمل أنه ما حدا يزيد على السعر يلي عرضه. اليوم في المزاد الإلكتروني وهو نفس المزاد ولكن عن طريق الإنترنت. مين قال أنه المناقصات يلي بتشتغل عليها الحكومات هي عكس المزاد العلني وبتفتش على السعر الأرخص لسلعة أو خدمة معينة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.